ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدريب بسيط، هاي 25 هذا 20 هذا 20 هذا، شوف منصف الساحة هاي مال التدريب ومظللة وأهداف متحركة، حراس مرمى 2 ومثلث من اللاعبين، لاعبين مجموعتين عندهم كرات، مجموعة رقم 2 مجموعة رقم 4، بينما مجموعة رقم 3 بدون كرة. التمرين يبدي بالشكل التالي، انه 1 2 دحرة جسرية على المنتصف منطقة التدريب، الواحد ركض سريع بنفس الوقت، فاثنين من يوصل شوف للعلامة هاي يلعب كرة إلى 3 3، يهاجم الكرة، نعملها بالترقيم يكون أحسن، يصير عندنا 2 هنا ويصير عندنا 2 هنا بنفس الوقت، هي 3 الكرة رقم 2، رقم 2 يهاجم الكرة ويصوب على المرمى، صوب على المرمى نفس الوقت اللي هذا اللاعب اللي قلنا هو رقم 3 يهيئ الكرة الزميلة رقم 2 اللي جاب الدحرجة من هنا وناول الكرة، هذا اللاعب رقم 4 يلعب كرة للاعب رقم 3، يكون رقم الحركة 6، ف3 يستلم الكرة ويعمل دحرجة باتجاه منتصف الساحة أو جناح يكون مع الكرة، شوفها 7، فركض سريع دحرجة سريعة، باص لثلاثة، ثلاثة يهاجم الكرة يهيئها لاثنين، اثنين يرد للكرة يصوب على المرمى، يكون 4 لعب كرة شوف إلى 3 3 دحرجة، زين من يدحرج الكرة، بعد ما يدحرج الكرة يلعب كرة ومناولة باتجاه اللاعب رقم 4 اللي للحين، فبينما هذا اللاعب اللي راح صوب اللي هو رقم 2 يرجع سريع يقدم سناد إلى اللاعب، يقدم سناد للاعب 4، فأربعة من يستلم من زميلة 3 يهيئ الكرة للاعب رقم 9، شوف رقم 9 إيش يعمل، يلعب كرة رقم 2 الآن خارج منطقة الجزاء، يلعب للاعب أمام الهدف للاعب 4 4، يهاجم الكرة ويصوب على المرمى رقم 13 وتصويب على المرمى، يعني حركة 13 نضعها هنا تصويب على المرمى وتنتهي المسألة، تمرين ممتاز، أقصد به التصويب، تصويب جيد بمعنى بعدين اللاعبين يبدلوا مكاناتهم، ضروري يبدلوا مكاناتهم، اللاعب 2 دحرج ومرر أرضيا للاعب 3 3، هيئ الكرة 2 هاجم الكرة وصوب على الهدف، وبنفس الوقت تهيئ السدار حتى يركض إلى منطقة الجناح بالهدف الثاني، لأن 4 راح يلعب ل3 3 يدحرج للجناح يلعب الكرة يعيدها إلى 4 خارج الهدف أو بما يسمى كرة قطع، 4 بالوان تاتش يلعبها بالفراغ هذا اللي مؤشر الجناح اليمين للهدف الثاني، من يذهب لها يذهب لها 9 من المكان اللي صوب بشدة عالية هاي ركض، بس هو يكون هيئ نفسه بعد التصويب حتى يقترب من مجموعة 4، ثم من 4 يلعب للجناح يؤدي الركض السريع إلى منطقة الجناح ويهيئ الكرة مرة ثانية إلى اللاعب 4 اللي لعب له منطقة الجناح، اللاعب رقم 4 يهاجم
ويصوب على المرمى. لاعبين صوبوا، لاعبين دحرجوا، لاعبين كل تبادلوا الكرة. اللاعب الأكثر جهدا في الفعالية هو اللاعب رقم 2، لأن عنده دحرجة وعنده مهاجمة كرة التصويب وعنده انطلاق للكرة الثانية في الجناح اليمين للهدف الآخر. فلذلك احنا نضع اللاعبين في ما يعرف بتدوير المراكز. خلصوا المحاولة هالمجموعة، تجي المجموعة الثانية، المجموعة اللي نزلت بالهرولة الخفيفة يروحون خلف المجموعات بتبديل المراكز. فممكن أن نضع أكثر من 3 لاعبين في كل مكان، ممكن نضع 5، ما عندي مشكلة ما دام أنت عندك وقت وعندك تركيز على ما يعرف على التصويب على هدفين بكرتين. التكرار راح يكون جيد حتى لو كان عندك 5 لاعبين في كل مجموعة، شرط أنه تركز على ما يعرف بسرعة الأداء، quick action and accurate action. الأكيوريت يعني الدقة، الدقة بالعمل، لازم يكون دقة بالعمل. هنا نحتاج طبعا بالتأكيد توقيتات ركض عالية. هذا موفق المولى، أسأل الله لكم الصحة والعافية، صلى الله على سيدي رسوله، شكرا جزيلا.